أحسن دي فيها. والدتك يا كريم. مظبوط كريم، انا كنت مستغربه جدا من حكايه اسرتك، يعني مستغربه منها ومعجبه بيها والحقيقه اتفاجئت بيها. كريم عنده حاله كده بتلخص جزء من تاريخ مصر. يعني انا مبهوره على فكره بالحدوته. كريم جده لوالده هو كان عميد كليه دار علوم، من افضل الكليات ومن اهم الكليات، الدكتور محمود قاسم، اللي هي خرجت علماء في الدين وناس ذو حيثيه في المنطقه دي. جده من الناحيه الثانيه واحد من اهم اليهود المصريين الوطنيين اللي ساهموا في بناء البلد دي ضد الصهيونيه وضد اسرائيل. انا التركيبه دي غريبه جدا يا كريم، يعني انت نص عيلتك مسلمين ونص عيلتك يهود. ده حقيقي. لا لازم تحكي لي كده وانت صغير انت فهمت ايه في الدنيا دي. حاجه تلخبط. هي فعلا حاجه تلخبط جدا، وبس انا حاسس ان انا كنت محظوظ كفايه ان انا عندي الخليط ده. لان انا كمان عايز اقول لك حاجه، انا ام والدي كمان، ام والدي جدتي من ناحيه والدي كانت مسيحيه، ولكن هي اسلمت في اخر حياتها. فكنا انا كنت بحتفل بكل حاجه، بالكريسماس، برمضان، براس السنه الميلاديه المسلمه الهجريه وراس السنه اليهوديه، وكنت بحتفل بكل يعني كانت ساعات بيجوا في نفس الوقت. دي حاجه غريبه جدا يا كريم. بس دي حاجه في الاول وانا صغير كنت ببقى محرج ومكسوف من الموضوع ده، بس عشان مش كتير هيفهموا، مش كتير حد يقول لك ده دول اهله يهود فتبقى كانها شتيمه. في المدرسه انت عارفه الاطفال ممكن يعني مفيش ادراك، مفيش ادراك قوي. بس انا اكتشفت ان دي اكتر، يعني انا محظوظ جدا 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 ان اللي حصل لي ده، لان خلى عندي وعي كده ونوع من التقبل الاخر بشكل مش طبيعي. يعني انا اقول لك حاجه ودي ممكن تصدم ناس كتيره جدا، انا وانا في المدرسه انا عرفت ازاي ان امي يهوديه اصلا وجدي كان يهودي. ما كنتش عارف. انا في المدرسه رجعت يعني انت كريم قاسم احمد محمود قاسم، فعادي جدا. فانا رجعت من المدرسه بقول لاختي اليهود عملوا كذا 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 كذا، واليهود عملوا كذا 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 في الرسول، وعملوا كذا كذا كذا، عن مساوئ اليهود وتعميم فكرة اليهود وتعميم فكرة كل ده عشان حصل بسبب الصهيونية. بس مفيش الفصل ده. لا ما بنفتكرش برضو فرض ديني له علاقة بالإيمان والاحترام للمسيحية واليهودية، يعني ساعات الامور بتدخل في بعضها. فانا لما رحت لاختي قلت لها كذا كذا، واليهود على فكره مناخيرهم طويله، واليهود على فكره مش عارف بخلة، واليهود مش عارف ايه، فقالت لي كريم انت ما تعرفش؟ قلت لها ايه؟ قالت لي امك يهوديه. قلت لها نعم. ففجاه حصل لي نوع من الصدمه طبعا. و بس لما عرفت ده يعني رحت لباباك، رحت يعني قالوا لك ايه؟ لا يعني مش فاكر قوي التفاصيل، بس يعني تعاملت مع الموضوع واكتشفت فجاه، حسيت ان انا مش شرط كل حاجه بتعلمها في المدرسه تبقى صح او كل حاجه. يعني هي دي اللحظه، هي دي اللحظه كريم اللي شرحوا لك قد ايه كان جدك انا اصلا ضد اسرائيل. جده كان ضد الرئيس السادات عشان معاهده كامب ديفيد، يعني حتى حاجة غريبة جدا، واحد ضد معارض كبير. معظم عيلة جدي سافرت، بس هو فضل رغم الظروف والضغوطات. يعني فضل اعتبر ان مصر هو مصري ومفيش حد يشكك في وطنيته. بالظبط. ابتدوا بقى يحكوا لك عن جدك والفرق ما بين اليهودية والصهيونية بالظبط. وكل ده اتعلمته بقى من وانا صغير، فبقى عندي ادراك كبير جدا. وزي ما بقول لك كنت بحتفل بكل المناسبات الدينية، العيلة كلها بنحتفل بيها لأن عندنا الخليط ده يعني بالعكس حاسس إن أنا محظوظ جدا 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 إن أنا عشت، لأن خلاني عندي مفتوح على العالم، يعني فاهمة قصدي، ومفتوح على فكرة يعني أنا ما عنديش مشكلة مع أي حد مسيحي، ما عنديش مشكلة مع أي حد يهودي بقابله في أي حتة لما بسافر في العالم، ما عنديش مش
الملفات السياسية والاجتماعية والتاريخية بالزبط. مختلطة ببعضها. عندنا مشكلة كبيرة جدا مع دولة إسرائيل بالزبط. عندنا مشكلة كبيرة جدا مع الصهيونية، عندنا مشكلة كبيرة في فكرة التاريخ العدائي المتبادل، بس عندنا مشكلة حقيقية مثلاً. حقيقية ومش بقلل منها ويجب أن تكون لأنه طبعًا. أنا بالنسبة دول مغتصبين طبعًا. كمان زي ما أنت قلت إنما في فرق لازم نبقى فاهمين ومدركين إن أنا من أركان الإيمان، من أركان إيماني إن أنا الإيمان بالكتب والرسل للديانات السماوية. وحاجة كمان مهمة، يعني أنا اكشلي محدش تقريبا في انترفيو سالني او فتح الموضوع ده، بس انا مبسوط انه انت اللي فتح معايا الموضوع ده دونا عن اعلاميين كتير تانيين. بس عايز اقول حاجه، ان ده دليل ان يعني وجودي ووجود عيلتي، ان احنا كمصر احنا مش مسلمين وبس، او لا احنا شعب متعدد. احنا مصر كانت مسلمين مسيحيين يهود اجانب كتير يعني. فبحس ان مهم ان الواحد يتكلم عن ده، ان مصر مش لطائفه واحده او لحاجه واحده، لا احنا مصر دي فعلا ام الدنيا. هي بمعنى. هي نموذج او النموذج العملي لفكره الدين لله والوطن للجميع. انتوا كلكم كنتوا مصريين بالزبط. بس كان فيكم المسلمين وكان فيكم المسيحيين وكان فيكم اليهود، ودي تركيبه غريبه جدا. والدتي حتى الله يرحمها كانت هي اللي بتحفظني القران وانا صغير، لان والدتي كانت دارسه شريعه كمان عشان كانت محامية، فكانت هي اللي بتحفظني القرآن، وهي اللي كانت تقعد تذاكر معايا في حصص الدين والحاجات دي. ف يعني دي كانت حاجة بالنسبة لي أثرت فيا جدا، يعني أنا والدتي يهودية وبتعلمني الدين الإسلامي يعني. لما أمير رمسيس عمل فيلم رائع عن يهود مصر، كان استضاف والدتك؟ شفتي الجزء الأول ولا التاني؟ شفت أجزاء من الجزء الأول. اوكي، الجزء الاول هو اتكلم شويه عن جدي، والجزء الثاني هو من الاخر يعني متابع خالتي ووالدتي في، لان هما ما اعرفش لو الناس تعرف يعني، بس هو فاضل دلوقتي حوالي 7 يهود في مصر او 8. يهود مصريين لان هما يعني معظمهم او كلهم نزحوا بعد قيام دوله اسرائيل يعني بالزبط. برضو التاريخ. انما والدتك كانت من اليهود المصريين المتمسكين بمصريتهم ورافضين تماما فكرة إسرائيل. مظبوط.